بكرة إن شاء الله هيبدأ التشغيل الفعلي لبوابة العمرة المصرية اللي أعلنت عنها وزارة الصحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة في شهر يوليو الماضي. دي المنصة الإلكترونية المصرية اللي بتنظم رحلات العمرة. إنشاء بوابة العمرة جاء بقرار من رئيس الوزراء في إطار حرص الدولة المصرية على مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. كانت وزارة السياحة اعتمدت الضوابط والقواعد المنظمة لموسم عمرة 1441 هجريا، وده كان بشكل مبكر السنة دي، وتم نشر الضوابط بالوقائع المصرية في 6 أغسطس 2019. وزارة السياحة أكدت على أهمية بوابة العمرة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة دي الإلكترونية، لأنه دي بتقدم المعلومات بشكل مختلف من خلال ميكنة إجراءات العمرة، والبوابة هتحقق الإشراف والمتابعة السليمة الدقيقة المطلوبة لموسم العمرة كله، وإزاي التسهيلات بتقدم لإنجاح هذا الموسم في إطار أيضا السياحة. يعني بالتأكيد هي بوابة مهمة جديدة مختلفة. التعامل كمان عايزين نشوف هيبقى شكله ايه مع الناس، الناس هتقبلها ازاي، الناس هتتفاعل معاها ازاي، لانه نجاح اي شيء فيه جمهور الجمهور نفسه. هنشوف موضوع البوابة ده ان شاء الله مع حضراتكم بكرة. هنشوف ازاي البوابة دي بتقدم لينا اجراءات ميسرة، وازاي ممكن نستفيد بما يتم من خلالها. صورة البوابة معانا، وطبعا واضح انه بيطلب من حضرتك جواز السفر، الرقم القومي، وفي بقى استعلام عن بعض المعلومات. هنشوف ان شاء الله، ولينك للويب سايت معانا على الهوا دلوقتي اللي بيسمعنا يعني وعايز يتعرف اكتر وبيشوفنا، يعني هيشوف معانا بوابة العمرة المصرية واللينك الخاص بيها على الهواء. بوعد حضراتكم ان شاء الله هتكون معانا تفاصيل اكتر، لانه انا عارفه ان الموضوع ده مهم جدا، من اكتر الجنسيات اللي موجوده يعني هناك ونسبتها عاليه طبعا المصريين، وبالتالي ان شاء الله ده هيكون حوار معانا هناخد فيه معلومات كبيره، ازاي ممكن حضراتكم تتفاعلوا مع هذه البوابه وتسالوا عن اللي انتم عايزينه، وازاي ممكن ان انتم يعني تحجزوا وان شاء الله تكونوا يعني من اللي ليهم نصيب في زياره البيت الحرام واداء العمره باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين.